رملة ما بتعرفها؟ ما بلا اكيد بس ما بتعرف شو بتعمل انت. الزراحة ما بعرف بس انه لا بلا كيف ما بتعرف هي صاروا رملة اشعارها. طب شو بتعمل بس في مجال اعرف؟ فنانة. شو؟ بغني فنة استعراض وبمثل اذا صح. انت عندك صوت خرج غناء رملة يعني انت صوتك باهلك انك تغني؟ اكيد فنانة بمثل هول هول التوقيفات ليش؟ فنانة بمثل او عندي صوت فنانة بمثل بس ليه على طول اورجازم؟ بمثل بمثل انا بمثل واذا مثلت يا جاد اذا مثلت ايه شوف شو بصير. اذا بصح لها لرملاء فرصة تمثيل ايه لكسر الدنيا وحكون نجمة تذاكر نمبر 1 اللي بيكرهني قبل اللي بيحبني حيجي يحضر رملاء ان شاء الله. هيدا اللي عم يجنني الرابعة. مين رملاء؟ مين نمبر 1؟ مين رملاء اذا تحلى فرصه تمثيل؟ ليش لا؟ ليش؟ لا يعني كثير في شدات بحكيك ايه وبتعرف انت لانه هي انعرفت اساسا بالشعر ناس انعرفت اساسا بالشعر ما ابت ابت الا انه تخلص الحلقه غير ما تكون عامله بيت شعر لابو جبل. ابو جبل كيف جايبها؟ ابو جبل اللي قاعد بالزاويه الرجال البدو اللي بيلبس عقال. ابو جبل عملت له بيت رملاء. اوكي اذا صح الله رملاء شعر مالتي اورجازم. اوكي اذا صح الله رملاء اوكي تعمل له بيت شعر وعملت له بيت شعر له اول ما له اخر. مين ابو جبل؟ ما معقول ابو جبل. شو ابو جبل طلتك منا قليلي بتهد الجبل وبترمي الجمل. ابو جبل طلتك منا قليلي بتهد الجبل وبترمي الجمل. بطلتك بتهد جبال حتى لو انربطت بحبال. بطلتك بتهد جبال حتى لو انربطت بحبال. يلي بتقوله انت نمشي عليه حتى لو توت قعدنا. الله حي شكرا لك رملاء هالبلد. ابو جبل ابو جبل اوكي فسر لي ابو جبل فسر لي طلتك بتهد الجبال ابو جبل لو ربطوك طلتك بتهد الجبال لو ربطوك بحبال. بتعيد قال مع لحن ثاني. ابو جبل طلتك بتهد الجبال لو ربطوك بحبال. اوكي لا بليز حطوا له ريفر مثل ما حاطين. لا بليز ضروري حطيتوا له لو انتبه 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 وشو وكلامك بنمشي عليه لو توت قعدنا عليه. شو التوت هون؟ شو لحظة يعني كلامك بنمشي عليه لو قعدنا عليه. ما فهمت ليش أول شيء ليش عم ليش قعدنا ليش نحن معي؟ مين قال لك نحن بدنا نقعد؟ بس أبو جبل أبو جبل أبو جبل طلتك بتهز الجبل. لا بدي ارجع اسمع سوري لاني ما حفظتها مزبوط. بتهز أبو جبل جبل لو ربطوك بحبال. ايه لا لا لا, لا 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 في شيء يا ابو جبل خليني اشوف بدي اشوفها. ابو جبل طلتك منا قليلي بتهد الجبل وبترمي الجمل. ابو جبل طلتك منا قليلي بتهد الجبل وبترمي الجمل. بطلتك بتهد جبال حتى لو انربطت بحبال. بطلتك بتهد جبال حتى لو انربطت بحبال. يلي بتقوله انت نمشي عليه حتى لو توت قعدنا. الله حي شكرا لك رملاء هالكلام. شكرا لك رملاء هالكلام. البحر الهاش هو هيك هو هيك. البحر الهاش معلم ابو جبل ماشي نوفر. ابو جبل ابو جبل صار ابو بركان انفجر معلم. شاف شاف بوطة نسوان حواليه شاف معلم ابو جبل ابو جبل عمره بالسبعين شاف حواليه بوطة نسوان ووحده منه وعم بتقول له كلامك بنمشي عليه حتى لو
قعدنا عليه بلا ابو جبل ابو جبل طول طول طلطق بتهد الجبل وبترمي الجمل. شو يعني؟ شو يعني بترمي الجمل؟ ما حدا بيعرف. بتعيدها بتطلطق بتهد إيه الجبل وبترمي الجمل. كلامك بهد الجبال لو مربوط بحبال. لو مربوط بحبال وكلامك بنمشي عليه. مربوط هيك كلامك بنمشي عليه. كلامك بنمشي عليه حتى لو قعدنا عليه وبلش يعمل مش قادر بقى خلاص مات. واخر شيء اخر شيء قد ما حرام قد ما ورواد نادر حرام عم بقول لها انه انت لا ما عندك كونتنت وهيك فصفقته هيدي تبع هيدي انتشرت كثير بالسوشيال ميديا. خلينا نشوفها سوا. انا نجوم كبار ما بقبل اتقرن فيهم ولا ينحكى اسمي ينحط اسمي على الهواء بس مقوها بليز ما توتيني. انا بحييك انا بحييك انا بحييك على ثقتك بنفسك. ما تنزلني ما تنزلني ما تنزلني بطريقتك انت. ما تنزلنا ما تنزلنا ما تنزلنا ما تنزلنا. هدي بكون معك اسهال انت وبتصير بتصير بتكون واقفه على باب التشست. ما تنزلنا بتقول لك ما تنزلنا. هدي انت ما تنزلنا. وبعدين هاي الغم ما تنزلنا ما تنزلنا. طلتك بتهد الجبال حتى لو ربطوك بحبال. حتى لو ربطوك اخ حموت.